من المسؤولين على صمدة السينما هذه لهذ المهرجانات اللي كيعملوا. هذا المهرجان بالنسبة للناحية ديال الناس تيطول ما كتستافد منه والو. كيجيو ممثلين كيجيو مغنيين كيديو فلوس والشعب هو الشعب مدمر. فهمتي كيفاش؟ حنا هادشي هذا ما كيتيقش بينا وماشي في الصالح ديالنا. يعني حنايا حنا من هاد الشعب كونترا هادشي ديال السينما وكونترا هاد المهرجان. كتجي مدينة تيطو ما كتستافد شي حاجة؟ ما كنستافدو والو من هادشي هذايا. كيجيو هما كيديو فلوس وكذا وهادي كيمشيو بحالهم كيقضيو المصالح ديالهم. فهمتي كيفاش؟ حنا خصنا نستافدو من الدراوج بوبي اللي كيذيعو والناس ما كتجبرش حتى ما تاكل وانت كيجي مغنية ولا كيجي مغني ولا كيجي ممثل كيدي لك هنايا الزوال ديال الفلوس والشعب كيموت بالجوع. حيت هادي ما قال الله. شوفوا في الدبوش شي حاجة عملوا شي حاجة الدبوش. فهمتي الصالح ديال الدبوش. حيت انتوما كتعرفوا يعني غداو بعدو مادام مشى يخلي شي حاجة باش يترحم عليها اما مادام شي باب اما شي جامع. الجوامع بزاف مشدودين. هاد جامع ديال العيون مدينة العتيقة في تطوان هاي مشدودة. يعني هادي كاع ما كتشوفوا فيها تجي مغنية فاينة ما لابساش حتى الحوايج بحال الناس. فهمتي عوانه كتجيني هنايا وتدي الفلوس وتمشي بحالها وما وقفاش على ديك الفلوس. كتجي تعمل لك جوج الغنيات ولا جوج كذا ولا يجي ممثل ويدي الفلوس. حنا هادشي هذا ماشي ممثلين بقاو كيبانو حتى في التلفزيون قدامي كيجيو حاشا تعيش الشيخات كيجيو هاد المهرجان. حنا من مدينه تطوان كونترا هادشي هذايا وماشي في الصالح ديالنا. فهمتي كيفاش؟ حنا في الصالح ديالنا شي حاجه المدينه تطوان شي معامل شي حاجه فيه يخدم الشباب. عمشي تشوف الشباب جالسين جبروا 10 ولا 5% هما اللي خدامين 95% جالسين دابا كيجبروا حتى شي حاجه ما عندهم ما يليق. فهمتي وحنا كونترا هاد المهرجانات وهاد الشيء هذا ماشي في الصالح ديالنا وما خصناش هاد الشيء يكون. وهاد الشيء بالاحسن كنوجهوا للمسؤولين ديال البلاد يزولوا هاد الشيء هذا يشوفوا الايجابيات ماشي السلبيات. فهمتي كيفاش؟ يعني هاد الشيء هذا خصنا نكونوا حنا شبعانين وبخير ما واقفينش باش نقدروا نعملوا هاد الشيء هذا. كتما الشعب مضخم بخير مع راسو والشعب مقتول وانت عامل له المهرجان. شكون كيستافد من هذا؟ كيستافد مول السينما وكيستافد مول المغنيين اللي كيجيو. فهمتي كيفاش؟ كتجي واحد تدي لك منيار تدي لك 600 و700 مليون وتجي ويديو الفلوس والشابو بي كيتوفى هنا كيموت بالجوع. حشومه هاد الشيء عارف. شوفوا نوجد دابو شي حاجه. راه الدنيا والله ما ديما ولا ديما راه اخرها الموت. فهمتيني عدي معاك الخير المزيان اللي عملتي هو اللي عديه معاك وتشوفوا فينا شي حاجه وباش الله يجازيكم بخير.